وللمزيد من الحديث حول تأثير التغيرات المناخية والتحديات التي يواجهها العراق بسبب الجفاف ينضم لنا من القاهرة خبير التغيرات المناخية والبيئية العراقي دكتور مخلد عبد الله. صباح الخير وأهلا بك معنا في صباح جديد، وأبدأ معك بأبرز التحديات التي ربما تواجه العراق بسبب التغير المناخي الذي يعيشه العالم. صباح الخير على حضرتك وعلى الساده المشاهدين، وشكرا لتصريحكم على هذه النقطه المهمه. مثل ما تفضلت بتقريركم، العراق الان يسعى رغم ان هي بدايات بسيطه الى توسيع رقعه منصات الكربون او ما يسمى بالكربون سينكس، خاصه انه نشهد في بلادنا درجات حراره مرتفعه جدا. معدل ارتفاع درجات الحراره في الصيف هي 3 درجات مئوية اعلى من المعدلات القديمه، ودرجتين مئويه في الشتاء اعلى من المعدلات القديمه، وهذا على مستوى العالم هو يعد من المناطق الاكثر سخونه. اليوم خاصه مع مؤتمرات الاطراف، والان في القاهره ينعقد مؤتمر التحضر الدولي 12، جميع هذه الملتقيات الدوليه والعراق جزء منها يسعون الى التوعيه ومجابهه اثار التغيرات المناخيه، وهذا يشمل اتجاهين. الاتجاه الاول هو خفض انبعاثات الغازات الدفيئه، والاتجاه الاخر هو موضوع توسيع مساحة الرقعة الخضراء في المناطق الحضرية وحتى في المناطق النائية. إذا تحدثنا عن المبادرات المجتمعية بشكل مفصل مثل مشروع الخلود على سبيل المثال، كيف يمكن لهذه المبادرات المجتمعية أن تسهم في تحسين الوضع البيئي من وجهة نظرك؟ حقيقة هي مبادرات إيجابية في نهاية المطاف، لكن بصراحة من أجل خلق آثار ملموسة وتوازي الاحتياج يتطلب أيضا أن يكون هناك جهد للدولة. حاليا في العراق هناك أيضا فكرة عن نقل التجربة الصينية في موضوع استصلاح الأراضي الصحراوية وتحويلها إلى مناطق خضراء. هناك أفكار كثيرة، لكن من أجل خلق آثار إيجابية ملموسة يتطلب وجود برنامج دولة وبرنامج مستمر، لأنه الفكرة حضرتك أنها مو فقط أن احنا نزرع. الأشجار هي مثل الوليد، تحتاج إلى فترة رعاية وتحتاج إلى فترة سقي طويلة من أجل أن تصل الشجرة إلى مرحلة النمو أو مرحلة المقاومة للظروف. فالعملية مطولة، تحتاج إلى موارد بشرية وموارد مالية. مع ذلك وجود مبادرات من قبل الجهات الشعبية ومنظمات المجتمع المدني هو أمر إيجابي ويساهم في التوعية في نهاية المطاف. تحدثنا منذ قليل في هذه الإجابة عن الزراعة بشكل عام والأشجار، إذن ما هي الأنواع النباتية الأكثر ملائمة لزراعتها في ظل ارتفاع درجات الحرارة بشكل عام؟ حقيقة هذه نقطة مهمة. واحدة من الأمور المهمة في موضوع التشجير هو موضوع الأصناف الأصيلة والأصناف الغازية، لأن وجود أصناف غازية مع الأسف في كثير من الأحيان وفي كثير من البلدان وحتى حسب أن بالعراق يتم اعتماد اشجار او شجيرات مقاومه لكنها من بيئه اخرى. هذه تسبب ضرر على المنظومه او على نظام البيولوجي، وتسبب ايضا تاثير على باقي الكائنات الحيه. لذلك يتطلب في كل مكان اعتماد الاصناف الاصيله وتجنب الاصناف الغازيه. في بلداننا لدينا العديد من الاصناف الاصيله فيما يتعلق بالشجيرات، ولدينا ايضا اصناف اصيله فيما يتعلق بالاشجار مثل اشجار السدر واشجار النخيل ان امكن، وهنا نتحدث عن اشجار لها استخدام مزدوج، هي تساهم في التشجير وايضا لها مردود اقتصادي. فيجب ان يؤخذ بعين الاعتبار موضوع اعتماد الاصناف الاصيله وتجنب الاصناف الغازيه، لان يكون لها اضرار سيئه على المدى البعيد مع شديد الاسف. دكتور مخلد عبد الله خبير التغيرات المناخيه والبيئيه كنت معنا من القاهره، اشكرك شكرا جزيلا على كل هذه المعلومات والتفاصيل.